طيب لو اتكلمنا دلوقتي والناس بقى بتتابع وعايز تعرف مصر وضعها ايه، يعني احنا دلوقتي داخلين يعني بطولة عالمية على ارضنا ودول كبيرة وزي سويسرا وغيره، يعني اعتقد برضو هم عاملين رانكينج هايلة في هذه الرياضة، فاطمن الناس دلوقتي مثلا على مصر، مصر توقعاتنا المفروض تبقى ايه، استعداداتنا ايه اصلا، فطمنا يا دكتور وجيه. اطمنك بس انا احب دايما المنطقية في الـ في الـ كويس قوي والتحليل ماشي الـ 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 احنا موافقين. احنا اولا المضمار ده لسه مستلمينه، لسه هنستلمه بكره يعني احنا لسه بنقول ايه. لكن كل اللعيبه اللي موجودين في المتكلم على المضمار كل اللعيبه المصريين الموجودين ان شاء الله مجهدين كويس جدا. انا كنت بعتهم، انا بعمل لهم يعني بطولات افريقيه جوه وبره، بعمل لهم معسكرات افريقيه، يعني كان عندي اولاد مسفرهم في جنوب افريقيا في معسكر افريقي في التراك في افريقيا. ده لمده قد ايه تم التجهيز؟ ده قعدوا حوالي شهر ونص. وبعدين مجموعه اخرى راحت سويسرا في الـ في الـ في السنتر العالمي للاتحاد الدولي، خد بالك. وبعدين احنا برضو يعني بالتعاون مع الاستاد مع وزاره الشباب قدرنا ناخد حيز او وقت من المضمار بتاعنا، عملت برضو معسكر هنا بقى له دلوقتي 40 يوم شغال، بناخد في الوقت الضيق اللي هم بيصلحوش فيه او بيشطبوا فيه المضمار. 14 دولة أفريقية بتتدرب بقالها حوالي أكتر من شهر بتتدرب هنا في مصر. أنت عارف طبعا مصر مهتمة جدا والرئيس مهتم بإن احنا يعني ندي دفعة للدول الأفريقية. أنا كرئيس اتحاد أفريقيا عملنا المعسكر 40 يوم في أربع مدربين دوليين جايين من سويسرا ومن فرنسا بيدربوا بما فيهم المنتخب المصري، بيتدرب معاهم. هتقول لي انت ايه، ولادنا حلوين شكلهم حلو ان شاء الله مش هيكونوا حاجه يعني تسيء الينا، اننا اولاد واعدين صاعدين جدا ان شاء الله، نتمنى لهم ان هم يعني يحققوا لنا حاجه ويبسطونا ويبسطوا الناس. لكن احنا لسه في مرحلة إعداد، أنت بتنشئ رياضة، لازم تفهم إنك بتنشئ رياضة، مش رياضة موجودة وأنت بتبني عليها. طب بس دي نقطة أنا عايزة أتكلم مع حضرتك فيها، أنا لسه بنشئ هذه الرياضة وبستضيفها كبطولة على أرضي، برضو خليني أفهمها. لا، ما أنا هقول لحضرتك الحاجة، أنت عارفة في حاجتين. الحاجة الأولى أنت كمصر وكقوة في المنطقة الأفريقية والمنطقة العربية والشرق الأوسط، ليكي دورك في إن أنت تبقي في حيز الحيز العالمي والتنظيم ده، برضو انت في التنظيم بتستفيدي منه كتير جدا. يعني تعالي لو حضرتك لو تيجي تشوفي المنظومه اللي احنا انا اسفه، انا اقصد هل احنا اللي طالبنا باقامه هذه البطوله عندنا؟ يعني ازاي الاختيار تم؟ أنا اللي طالبها. وهو ده ربما يكون باب فتح اصلا بدايه لان انا انشر هذه اللعبه، هي الفكره ليها ممكن تويست في الموضوع يبقى بالعكس، يعني انا اللي طالبها اتعملت بذكاء كل مصر واستجاب لرئيس الاتحاد الدولي للفكره. يعني الفكره اصلا كانت انها ايه، يا جماعه انتوا في الاتحاد الدولي بقى لكم 100 سنه ما بتعملوش بطولات عالم في افريقيا، وانا رئيس اتحاد افريقيا، طب اعملوها في افريقيا. صحيح. طب نعملها فين؟ ناخد ايه، الطريق مقفول محجوز، يعني بطولات العالم الطريق محجوز لغايه حوالي 25. خدت انا بطوله العالم للمضمار لافريقيا في مصر اللي هي ديت، وخدت بطوله العالم للطريق اللي انت حابه ده في افريقيا برضو بيتنافس عليها دلوقتي، هياخد القرار ان شاء الله الشهر ده هناخده في مجلس اداره الاتحاد الدولي. طب هي دي كلها بين المغرب ورواندا. اوكي. واخد بالك؟ انا مركز جدا على المضمار، جدا على المضمار، لانه فعلا ان شاء الله هيكون مستقبل الدراجه المصريه فيه.